ظاهرة فنية بكل معنى الكلمة. ننطر طليته الفريدة من نوعها لأنها مميزة وبحد ذاتها منوعة. آخرها العرض الكوميدي الجديد مونرو أفينيو على مسرح أوتيل مونرو. ولنعرف أكثر عن هالعمل اتصال مع الظاهرة الفنية باسم فغالي. باسم فغالي كيفك؟ ماشي الحال منيح. كله تمام؟ لك أول شيء يعطيك ألف عافية باسم على هالعمل المميز. هيدا أول عمل مسرحي لإلك من بعد حوالي 15 سنة من النجاح على البرامج التلفزيونية والإذاعية. ليش حبيت باسم فغالي تخوض هالتجربة مسرحية؟ لأنه لقيت أنه هلأ وقتها ولقيت أنه في عندي شخصية يلي هي مدام سلوف شخصية مسرحية. نعم. خارج تعمل هالعمل. وحبيت انه اخرجه وانه ومثله واكتبه وكله. فبما انه ما بقى في حدا مسؤول يعني عني مباشره ككونترا او كشيء فقدرت هون بالمسرح انه اخلط مثل ما انا بدي. وهيدا احلى شيء عن جد الواحد يكون عم يشتغل على رياحته مثل ما بيقولوا وعلى حريته. مزبوط. نعم. بتندم على الكونترايات اللي مضيتها سابقا؟ لا ما بندم، يعني بندم انه كانت كتير طويلة الكونترايات بس ما بندم لا. بس يلا قطعت الايام وتغير الزمن وكل واحد يطلع لقدام يطلع لورا في قاعدة بخبرية الزعل وهيك وهذا بتقل الواحد يلي بده يطير 100%. بس مخبرنا اكتر عن مسرحية مونرو افينيو، يعني مثل ما ذكرتي تقريبا بتدور محورة كمان مارلين مونرو. صح. هي مضبوط، هي يعني تحكي عن بآخر العرض بما أنه المسرح هو أوتيل بأوتيل مونرو وبشارع كينيدي ستريت. نعم. فقررت أنا أنه تكون المحور بالآخر تبع الخبرية هي مارلين. نعم. يلي بيكون بسائب هيدي السنة العيد 60 على غيابه. صحيح. فمن هون نقيت هذا الموضوع. والمسرحية عم تكون كل مرة عم روح على المسرح عم تكون تجربة جديدة وعم يكون إحساس جديد وعم بيكون جمل جديدة وعم بتلاقى بناس جديد. عدة مشاهير عم يجوا على المسرح عم بيكون في انتراكشن معهم. عم ينبسطوا الناس كتير بهالخبرية بالأشياء اللي بعملهم مثل ما بقولوا عفوية. فكتير أنا سعيد بهاللقاء القريب من الناس، يعني هو مسرح قريب للناس، يعني كأنه عم بمثل بحضن. يعني ما فيها المسافة العشر امتار يعني بتكون بالمسارح العادية. فعم نكون في انتراكشن كتير حلو بيني وبين الناس. وخاصة وقت يجي حدا من المشاهير أو من الوجوه المعروفة. ليش اخترت باسم فغالي مدام شلوف تحديدا لتكون تقريبا قصة المسرحية؟ ليش مش كذا كاركتر؟ لأن نعرف كل الكاركترات اللي بتقدمها عن جد كتير مهضومة، ليش تحديدا مدام شلوف؟ هي المسرحية فيها بحدود شي 25 أو 26 شخصية. نعم. بس الشخصية الرئيسية هي مدام شلوف، لأنه مدام شلوف بتعبر عن الطبقة العالية وعن الطبقة الوسطى وعن الطبقة الفقيرة. ومدام شلوف موجودة بكل بلد، بكل شارع، بكل حي. هي مثال عن سيدة زلمة ما خليها تصير نجمة، يعني أو ما خليها طفلة تظهر عن القواعد. نعم. فهي بتعبر عن كل مرة، لأنه أنا اكتشفت هذا الشيء من وراء كل الأشخاص اللي بيشتغلوا معي وتعاملوا معي بيقولوا لي بتشبه فلانة يلي بالحي عنا. شخص بيقول لي بتشبه أمي، شخص بيقول لي بتشبه خالتي. يعني ما عم تخليه ما عم يخليها تاخذ ريحتها، مش تخرج عن القوانين. يعني في فرق بين الاثنين. مره عندها نجوميه يمكن واذا رجال وقف بطريقه اوكي عم بحد لها من طموحها. عم بحد لها من طموحها. اكزاكتلي. انت امراه بتعرف اكثر بالموضوع. انا ما بعرف بهالشيء ابدا. هالموضوع لا انه انت بتعرف خط احمر. نعم نعم. هيك وضع اذا حدا حد لهم من طموحهم. نعم نعم اكيد. بس هي أصداء كتير حلوة وبتضلها ضحكة الناس
بدنيا كل الليل قبل ما نام وزقفتهم، وأنا بشكرهم على وجودهم وعلى محبتهم. نعم، قديش بتحملك مسؤولية مقولة أنه باسم فغالي هو ظاهرة فنية ما بتتكرر، يعني ما بتخاف أنه تكرر حالك؟ هلأ أنا ما بحب على كلمة ظاهرة فنية، لأنه ظاهرة هي شغلة بتجي وبتروح وما بعرف، يمكن صرنا بوقت صار لازم يغيروا لي هذا اللقب. شو بتحب؟ أي لقب باسم فغالي؟ ما بعرف، كانوا عم يحكوا هذيك المرة نيشان ونضال أحمدية، عم يحكوا أنه بدون يغيروا لي هذا اللقب، وكانوا عم يفتشوا باللغة العربية شو في لقب تاني. ما بعرف إذا عايدوا طلعوا بنتيجة، ما بعرف إذا لقوا أصلا. باسم، شو بتقول لكل الأشخاص اللي عم يسمعونا اللي بعد ما حضروا مونرو أفينيو اللي هو عم يعرض كل جمعة وسبت وأحد الساعة 9 المساء بأوتيل المونرو، شو بتقولهم؟ أنه بدعيهم أكيد أنه يجوا يشوفونا، لأنه شغلة حلوة ومعمولة كتير بمحبة. نعم، وإذا شغلة تكون معمولة بمحبة بتعكس هذا الشيء على الناس. نعم، ونحن عم نتشلى كتير حد، يعني قبل المسرحية في مسرحية وبعد المسرحية في مسرحية وعلى المسرح في مسرحية. نعم، معقول نشوفك باسم بفيلم سينما قريب؟ في كتير.